اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله غادي نبينوا ما تيسر من هذا الآلة اللي هي ساعة فلكية، لأن هذه الساعة غنية بالمعلومات، وغادي نشرح إن شاء الله شيء من هذه المعلومات، لأن هي كتجسد لنا واحد الكون اللي هو صغير، اللي فيه الشمس القمر والأرض. الحركة ديال الشمس، حركة ديال القمر، الحركة ديال الأرض، الموقع ديال الشمس أو والموقع ديال القمر والموقع ديال الأرض في هذا الوقت اللي حنايا كنتكلموا فيه. أش من درجة فاش كاين الشمس، أش من درجة فاش كاين الأرض، أش من درجة فاش كاين القمر، أش من البرج فاش كاين الأرض، فاش كاين الأرض، أش من المنزلة فاش كاين الأرض، كذلك القمر، أش من البرج فاش كاين، وكذلك أش من المنزلة فاش كاين. لذلك غادي نبداو إن شاء الله بواحد الآية قرآنية لله سبحانه وتعالى، كيقول في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا أي الشمس، وقمرا منيرا، وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية أن موضع الضوء الشمس، والقمر يأخذ من الشمس ويعطي، وأما الأرض ما ذكرش لنا الأرض، قال لنا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي النهار يستخلف الليل والليل يستخلف النهار. لأن الآن إلى شفنا دابا الآن في كرة الأرضية كتبان لنا أن نصفها نهار ونصفها ليل. هذه المنطقة دابا اللي عاتية وجهها للشمس هي اللي فيها النهار، والمنطقة اللي جهة أخرى هي ليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المغارب أين تذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلها، لا تبرح ولا تزول، تشرق على قوم وتغيب عن قوم، فقوم يقول أشرقت وقوم يقول غربت. بيلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: راه الشمس راه ما كتغيبش، إنما الشمس كتطلع على واحد القوم، لأن كرة الأرض كتدور هكذا. الإنسان اللي وصل دابا، السكان اللي وصلوا هنايا أو الإنسان اللي وصل هنايا تشرق عنده الشمس، كذلك إلا وصل هنايا كتغرب عنده الشمس، وأما هذا النصف هذا بمثابة نهار، هنا كيبدأ فيه الصباح ثم كتدور هكذا هكذا حتى كتوصل هنا وكتغرب الشمس. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه: تشرق على قوم وتغيب عن قوم، فهذا القوم يقول أشرقت وهذا القوم يقول غربت. لذلك هذا الحديث اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الأرض نصفها نهار ونصفها ليل. لذلك هذه الساعة هذه الآن اللي فيها خمسة ديال السوايع ديال خمسة ديال القارات، لأن عندنا الساعة ديال المملكة المغربية، ساعة ديال قطر، ساعة ديال فرنسا، وكذلك ساعة ديال واشنطن، وكذلك الساعة ديال أستراليا. علاش درنا هاد السوايع في هاد الساعة هذه؟ لأنهم عندهم علاقة بدوران الأرض، فين كتشرق الشمس وفين كتغيب الشمس، الناس اللي عندهم نهار والناس اللي عندهم ليل، كيبان لنا في هاد الساعة هذه. لأن كما ذكرنا في الأول أن هاد الساعة غنية بالمعلومات، أن في البداية ذكرنا أن الأرض الموقع فاش كاين الآن، الآن كاين الأرض في العدد ديال الدرجات 27 درجة، وأما اليوم
17 اليوم 17 في شهر ماي الارض كاينه ف 27 درجه في برج الثور. واما المنزله فاش كاينه فاش كاين الانكار الارض كاينه في منزله الدبران ما بين الدبران والهقعة. كتعطينا الموقع فاش كاينه الارض في هذه الساعه اللي حنا فيها، وكتعطينا الموقع ديال القمر حتى واش من المنزل فاش كاينه، من المنزله فاش كاينه، فاش كاين القمر او درجه ديال البرج فاش كاين. لان الان القمر في هذا اليوم اللي هو قلنا 17 ماي في الساعه اللي هي 4 قل 20 3 قل 20 ان القمر كاين في 29 درجه في برج الحوت. 29 درجه في برج الحوت ما بقى ليه والو باش يدخل برج الحمل، لان هناك هنا هادو كيتسموا ابراج الشهري وهناك ابراج اليومي وهناك ابراج السنوي. واما الابراج السنوي الابراج السنوي هما هادو. لماذا سموهم العلماء ابراج السنوي؟ لان الارض كتقضي في كل برج شهر وكتكملهم في العدد ديال الشهور هما 12 شهر. لذلك هذا الخريطه اللي كتبان لكم، هذا الهيئه اللي كتبان لكم فوق هذا الطاوله هذه، ان هذا البلان ديال السماء، خريطه السماء، الخريطه ديال السماء، المواقع في السماء. لان الان هذا الخير اللي كيبان قدامنا، ان هذا الابراج اللي كيبانوا لنا وكيبانوا لنا الابراج متخالفين على الاخرين. هذا الابراج اللي حنا كنتكلموا عليهم الان. كيبانوا لنا هذا الالوان. الالوان ما جايينش في الاماكن ديالهم، كل لون كانوا الالوان في الاماكن ديالهم، جاو كل لون جا مع خوه. دابا الان راه تغيروا، تحركوا من المواقع ديالهم. وعلاش تحركوا من المواقع ديالهم؟ لان النهار خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. الزمان اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الابراج، ان الزمان تغير ما بقاش في المكان ديالو. النهار خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان الزمان في نقطة الصفر، أي الحمل كان في موقعه 100%. وأما الآن رأينا أن الحمل هو هذا، الحمل خرج من موقعه، انظر إلى هذا اللون الأخضر، خرج من موقعه بكم؟ ب 19 درجة باش خرج. وهذا يسمونه علماء الفلك، كيسميوا هذه الحركة هذه حركات الإقبال، حركات الإقبال. لذلك هذه حركة الإقبال، أن الزمن تغير من الموقع ديالو، كان هنا لكن اليوم تحرك. ولكن الدرجة باش كيتحرك الزمن ماشي الدرجة اللي كنتحركوا بها حنا واللي كيتحرك بها القمر. يقول العلماء أن حركة الأرض، درجة الأرض تساوي 24 ساعة، وأما درجة القمر تساوي 61 دقيقة، وأما درجة الأفلاك تساوي 74 سنة. لذلك هذه المدة الزمنية اللي هي 74 سنة، إلى قسمناها على هذه المدة الزمنية اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، كنلقاو أن الزمن تغير ب 19 درجة. أنا عندي حب لهذا العلم هذا، ولكن ما قريتوش. لذلك هذاك الحب اللي دفعني لهذا العلم هذا، كنت أراقب السماء باستمرار، كنراقب القمر، حركة القمر، حركة الأرض، حركة، حتى كنتعرف على كيفاش كاين الظل دابا على الشمال، وشوية كاين الظل هنايا، وكيفاش علاش الظل كيكون هنايا، وعلاش هذه الحركة ماشي هي هذه، ملي هاد النجوم اللي شفت هاد الشهرين ما غاديش نشوفهم شهر آخر. حتى تعرفت أنني أنا كننتقل من المنطقة إلى منطقة في السماء. لذلك لما تعرفت على بعض، قلت خصني ندير واحد الحاجة اللي غادي نجسد فيها هذا العلم اللي بان لي في السماء. لذلك الحمد لله خدمت على هذه الساعة هذه، واني واحد المدة طويلة، قلت من 86 درت لها امرش النهار
9 2016 فاش درت مارش فاش زعما خدامه. وذاك النهار ملي خدمت الى يومنا هذا الحمد لله كتعطي النظام ديال الحركه ديال الارض في الفلك، الحركه ديال القمر والحركه ديال النظام ديال السواع، المهم كتعطي النظام ديال الفلك. لذلك ملي جا هذا الشيخ هذا السي الجرفاوي الله يرحمه جا جلس هنا، هنا نيت فاش هنا فاش جلس، لما شاف هذا الخير هذا سولوا واحد قال لي هذا هذا العلم هذا كيجاك في هذا الخير هذا كيجاك، قال لي ودي راه هذا الخير هذا، قال لي عمل جبار، قال لي هذا العمل، قال لي هذا العلم حنا اللي هو علم الهيئه اللي كنقريو في واحد المده اللي هي سنتين الى سنتين ونصف، قادر طالب يقرا هنا في اربعه ديال السوايع، لان كل شيء مقد قدامه، كيف كيبان ليه القمر، كيبان ليه الارض، كتبان ليه اذا كان الاقتران، كيبان ليه الميول ديال الارض شحال باش ميله الارض، واش 12 درجه ولا 15 درجه ولا 23 درجه، كيعطيه الدقه. حتى قال لي راه هذا العلم هذا راه ساهل على الطالب دابا، الانسان اللي باغي يقرا العلم هذا راه تقريبا ربعه السوايع اللي هو طالب اللي كيقرا العلم هذا غادي يستافد من واحد العدد ديال العلوم اللي كنا كنقريوها حنايا في واحد المده اللي هي سنتين الى سنتين ونصف. هذه الزيارة توجت يعني بزيارة قطر. نعم، لذلك بعد ما صوبنا بعد ما صنعنا هذا اسميتو عليه، جات عندنا واحد المؤسسة سميتها مؤسسة ابن تشافين، قالوا راه غادي تمشيو ان شاء الله ديروا واحد التكوين في قطر للناس اللي هما لهاد الناس هادو دابا اللي كاينين هنا كيبان لكم قدامكم، هاد الناس اللي دارت لهم التكوين، هاد الناس تبارك الله راه الناس في المستوى، الناس في قطر دار لهم التكوين حول رؤية الهلال. ومشينا مع هذا الشيوخ اللي هو السي سعيد يدخلي عليه، ومع السي الدكتور السافيري والدكتور احمد، لذلك هما اللي داروا التكوين في التوقيت. انا درت التكوين، انا نتكلم لهم في الهيئه، لاننا النهار غادي نمشي صنعت واحد الساعه اللي هي هذه، صنعت هذه هنايا قضيت فيها واحد شهرين، دابا هذه فيها واحد العدد ديال العلوم اللي كاين في هذه، كاع داك الشيء اللي كدير الارض في السنه، وداك الشيء اللي كيدير القمر في السنه، والحركات ديالو واضح هنايا. لذلك لما درنا لهم التكوين هنايا الحمد لله هذا الشيء فرحهم بزاف، حتى ولا وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه ديال قطر كيتصور مع هذه الاله هذه. لذلك هاد الناس اللي درنا لهم التكوين، هاد الناس دابا اللي كان لهم التكوين هو اللي در لهم التكوين. واما هذو شهادات ديال الناس اللي زارونا هنايا، هذا عالم فيزيائي دكتور في فرنسا، جا دار لي زياره هنايا عجبوها الخير هذا، هادو شي علماء اخرين حتى هما ديال المنطقه. وهذه هي الكلمه ديال المرحوم الشيخ، واما هذا العلم هذا انا ماشي عالم فلكي باش الناس يبداو يقولوا انا عالم فلكي، انا ماشي عالم فلكي، انما انا تعلمت هذا الخير هذا، واما العلم يبقى لموالي. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.